التيم وانا كنمشي لوبيتال ما فيه حتى شي واحد. الرول كينزف بالليل وبالنهار، رغم ان احنا كنا كنزيدوها 10 ديال البلاكيت في النهار ولينا كنزيدوه 20 وما كاينش تحسن. ما بغيناش انا نضيعوا الجهود ديالنا اللي كتفناها جميع باش نعتقوا هذا الولد هذا. هذاك راه ماشي خاي او لخا، حنا هذاك ولدنا ولد الشعب كامل، دابا خصنا نوقفوا معاه. الحاله محتاجه لي زيرجونس، كنطلبوا وزاره الصحه تشوفنا شي حل لهذا الوليد هذا. جينا كنهضروا اليوم بحال اللي هضرنا شحال هذه على بلال الشاب، بلال الحال حل. نورمالمون كنا كنهضروا على لي بلاكيت، لي بلاكيت حنا وفرناهم من طنجه تطوان، مي دابا ما كاينش معامله في الطبيب. مع احترام من البروفيسوره صفاء الركراكي قايمه بالواجب، ولكن لو بروفيسور اللي دخل دابا في بلاصتها ما عطينا حتى شي ريزولطا على الحاله ديالو. حنا واقفين ما عارفين الولد مالو، الولد كينزف بالليل وبالنهار، رغم ان حنا كنا كنزيدوه 10 ديال البلاكيت في النهار ولينا كنزيدوه 20 وما كاينش تحسن. كنطلبوا وزاره الصحه تشوفنا اوتور، لان دابا انا 3 ايام وانا كنمشي لوبيتال ما فيه حتى شي واحد، فيه ستاجير دو ستاجير ماشي ماجين ما كتهضر معاهم كيقول لك حنا ما عارفين والو ما فاهمين والو. وليد حنا كنوجهوا نداء للمسؤولين يعطيونا شي حل هذا الشيء اللي حنايا فيه، لان هذا الشيء بزاف صراحه الولد كيضيع مننا. هذاك راه ماشي خاي او لخا، حنا هذاك ولدنا ولد الشعب كامل، دابا خصنا نوقفوا معاه. يعطيونا حل، يعطيونا شي حاجه اللي نقدروا نوقفوا بها مع بلال. حاليا حنا يعني مع المتابعه ديالنا لبلال، حنا في واحد المراحل اللي هي اخيره في العلاج ديالو، مرحله اللي هي حاسمه اللي خصنا ضروري نكتفوا الجهود من اجل ان هذا الولد هذا يعيش ويبقى في يعني معنا في الحياه، لانه هو كما كتعرفوا في العمر ديالو 22 سنه وباقي عنده احلام وباقي عنده طموحات في هذه الحياه هذه. لذلك حنا يعني من هذا المنبر كنشدوا وزاره الصحه وكنشدوا المديره الجهويه ديال الصحه في طنجه وكنشدوا الناس المسؤوله على السياش اي ديال طنجي على انهم يشوفوا معنا يعني هذا الولد هذا ويضاعفوا العنايه ديالو، لان حاليا الولد يعني في السبيطار بوحده. يعني كما قالت صديقه ياسمين من قبل، ان حنا كنشكروا بزاف الدكتوره صفاء الركراكي الماتولوج ديالو اللي شرفت عليه من نهار الاول اللي عطاتو عنايه خاصه، ولكن حاليا يعني مع ان كاين دكاتره جداد في الشيخ احمد بن زايد ديال العلاج السرطان، الى انهم تراجعوا شويه على العنايه بهذا الشاب هذا. لذلك كنشدوهم ان هذا الشاب ما بغيناش نخسروا في هذه المرحله الحاسمه، ما بغيناش انا نضيعوا الجهود ديالنا اللي كتفناها جميع باش نعتقوا هذا الولد هذا. وكنشدوا كذلك للسلطات والناس ديال الصحه باش يعاونونا في الحصول على الصفائح البيضاء لهذا الولد هذا، لانه محتاج لهم بزاف، لان النزيف حاليا ما بغاش يتوقف له، رغم اننا كنديروا المجهود باش نوقفوا النزيف باقي ما بغاش يوقف. كنتمنوا ان الناس اللي كيسمعونا من هذا المنبر هذا يستجبوا معنا هذا النداء هذا. وراه هذا اليوم بلال، واليوم ممكن يكون اي واحد فينا، ممكن خانا، ممكن اي واحد من عائلتنا. لذلك الانسان يحضر شويه الضمير الانساني ديالو ويتعاون معنا على هذا الولد هذا من اجل اننا نعتقوه ونضمنوا حياته ان شاء الله. احنا كان عندنا مشكل ديال البلاكيت بالنسبه لبلال حال حول، الحمد لله قدرنا نحلوا هذه المشكله في هنا في طنجي وفي تطوان، ولكن طحنا في مشاكل اخرين اللي كنا ما عاملينوش الحساب. الولد هادي 3 جوغ هو كينزف، ما كاينش اول حاجه اللي يهتم بالحاله، الحاله محتاجه لي زيرجونس ماشي محتاجه لوسبيتاليزاسيون، لان كاين الفرق بيناتهم. ما كاينش شي بروفيسور اللي يشخص الحاله، لان الولد المصران ديالو راه خارجين وكينزف بزاف وكيخرج طرف الدم اللي هما كبار. يعني خص تشخيص الحاله بواحد الجديه كبيره، او ميم طون خص العلاج ولا تريتمون او لا حاجه اخرى. الا كان هنا ما كاينش الاوتور كافيين في لوبيتال اللي هو فيه، نشوفو ديبلاسيوه يا اما كازا يا اما نغابه. المهم كنطلبوا وزاره الصحه تشوفنا شي حل لهذا الوليد هذا، لان هذا الوليد هذا محتاج لنا كاملين نوقفوا معاه، وسيرتو وزاره الصحه خصنا واحد المبادره منهم حتى هما، ونلقاو له حل حتى هو باش يتعالج. ونيت هاد الوقفه ديالنا كاملين معاه راه كترفع له مورال وكتعطيه طاقه باش يبقى له واحد الامل انه يتعالج، سينو راه حنا كنحطموه. بالنسبه للامل ديالو كندمروه، وبالنسبه نيت للصحه ديالو كنفقدوا له الحق ديالو. صافي حنا كنتمنوا هاد الشاب هذا ينول الحق ديالو من الدوله، لان الدوله هي اللي عطاتيه الحق ديالو ماشي حنايا. حنا مجرد شباب تعاطفنا مع الحاله وبغينا تمنينا ان هذا الولد هذا يتعالج ونشوفه واقف على رجله، ونشوفه فريمون ان احنا هنا في المغرب عندنا الصحه، لان احنا كنفقدوها فعلا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.